ما فيش احسن طبعا من اننا نهتم بالصحه طول الوقت. ومع بدايه الصيف وزاره الصحه حذرتنا من شويه اعراض لو ظهرت على اي شخص لازم يتوجه للمستشفى على طول، عشان دي بتكون مؤشر لبعد الشر عنكم كلكم تسمم غذائي. الاعراض دي زي اضطراب مثلا في المعده، القيء، الاسهال، الام في المعده. اليومين دول كل ما فيش اسره لما حد يقول لك بطني بتوجعني، عندي تقلصات، طب ايه الحكايه، طب في درجه حراره مرتفعه ولا لا، في صداع ولا لا. وزاره الصحه طبعا قالت ان التسمم الغذائي ده سببه ممكن يكون عدم نظافه الاكل او الايدين او الشخص اللي شارب اكل حاجه ملوثه، ما اعرفش يعني. هنا شددت جدا وزاره الصحه على انه من الضروري اننا نهتم بغسيل الايدين بشكل كويس قوي، وغسيل الاكل والخضروات، ونتاكد من سلامه اي حاجه هتدخل معدتنا. انتوا عندكم المشكله دي؟ بصي انا مع دخول الصيف طول عمرنا كانوا اهالينا بيقعدوا يحذرونا، والحر عموما بيبقى بيئه خصبه جدا لنمو البكتيريا والميكروبات والفيروسات اللي ممكن تاذي جهازنا الهضمي بشكل مباشر، واللي ممكن ما يبانش اثرها النهارده لكن ممكن بيبقى اثرها تراكمي شويه. الكبد بعد وقت لا قدر الله بيتعب، المعده بيحصل فيها جرثومه المعده اللي بقينا بنسمع عنها كتير وبقت منتشره مؤخرا. هنا انا دايما بقول للناس يا جماعه مش اي حاجه على بقنا، مش اي حاجه، لازم نفكر في الحاجه اللي قدامنا. ايه؟ ايوه صح جدا. لاحظ ان كلام الجرح، لاحظ ان كلام الجرح. لا والله افكر الحاجه اللي بتبان على اللونج ران، بتبان طبعا جدا. ممكن النهارده اقول لك لا ما هم سليمه، دي احنا معدتنا تهضم الزلط، طب ما عادي بقى عشان نبقى عندنا مناعه. ده كلام فاضي. الناس دي بتعاني بعد كده من امراض كبيره وكتيره. انا اعرف ناس اي حاجه تحبها تدوقها، يعني اي حاجه، كريم شعر تدوق، اي حاجه تدوق يا الف. بس نختار المصادر الصح. والحاجه الثانيه يا هبه كمان، في ناس الافراط في غسيل الحاجه بيجيب مشاكل صحيه. مسحوق غسيل المواعين ده للمواعين بس يا حبيبتي، ما ينفعش نخسر بيه الخضار والفاكهه ولا نحمي بيه العيال اصلا. طبعا بصوا انتوا عندكم حق، بس في كمان جزئيه ان احيانا بغير وعي او بفكره ايه يا عم ربنا هيسترها، كمان اكل بعض الاشياء وتاريخ صلاحيتها منتهي لان احنا مش شايفين عليها مثلا تغير في الشكل ولا في اللون ولا في الريحه، ده برده ممكن يكون من الاسباب اللي بتؤدي لتسمم غذائي. وده بيحصل احيانا كتير جدا لحاجات حتى عندنا في البيت. يقول لك يعني هو مش عارفه، هو الحلاوه الطحينيه إيه؟ بتبوظ، زي إيه؟ هي الطحينه بتبوظ، هو مش عارفه العسل اسمه بيبوظ. الحاجه اللي معلبه واتفتحت وخدنا منها حبه أي حاجة دي لازم تتنقل في حاجه ثانيه على طول. اي حاجه ليها عمر افتراضي معين ناخد بالنا حتى لو شكله ولونه وريحته مش متغيرين. كمان فكره ان نختار المكان، لو احنا طبعا انا بفضل جدا الاكل من جوه البيت، لكن كل ظروفنا مختلفه مش كلنا زي بعض. اللي بيشتري اكل من بره البيت يا جماعه يحاول يتوخي او يتوخى الحرص ويختار اماكن موثوق فيها، يعني اماكن ليها اسم وليها سمعه وخايفه على اسمها وسمعتها، بتغسل الاكل الاول لان ممكن الحاجه تجي لك زي الفل وطعمها هايل ويجنن ويبقى فيها مشكله. فطبعا للاسف بره بيحطوا عليها حاجات تدي طعم وسبايسي ورشه ودريسنج وحاجات تخليك تاكل من غير ما تحس هل في عيوب في الاكل، في غسيله، في مشكله. انا كنت بشوف حاجه بس مش عايزه اخوفكم، لما بشوف في حاجه كده حد بيعمل ريلز كده على بميكروسكوب على الفاكهه والخضار قد ايه بيبقى فيهم حاجات، مش هناكل حاجه بعد كده. لا بص انا شفته عقبني بس شفته. هو يعني الموضوع مبالغ فيه لان في حاجات اما بناكلها حتى لو هي كده هي في يعني احنا الجو يا جماعه اللي احنا عايشين فيه ده نفسه، الهواء اللي احنا بنتنفسه، الترابيزه اللي احنا قاعدين عليه، اي حاجه عليها كميه من الميكروبات والفيروسات والكائنات الدقيقه جدا ربنا خالقنا عايشين ومتعايشين معاها واحنا عايشين مع بعض يعني. بس اللي هو ايه الحد الادنى. عشان كده احنا بنقول انه احنا عايشين مع الحاجات دي، واه شاف بالميكروسكوب لكن احنا عندنا جوه جسمنا في بكتيريا نافعه مناعه طبيعيه وبكتيريا بس طبعا مناعه طبيعيه حاجه كلنا معترفين ما ياكلش بقى احنا هنفضل كلنا معترفين ان احنا خارجين من فيروس جائحه الكورونا او الكوفيد، في تغييرات كتيره في جسمنا وفي صحتنا وفي طبيعه الاجسام اللي جوه جسمنا متغيره. في نفس الوقت احنا مش عايزين نحسس الناس ان انتوا تحولوا لوسواس قهري او OCD تجاه كل حاجه. اعملوا المينيمم على الاقل يا جماعه من الحذر والحرص، وبعدين سموا وتوكلوا على الله وكلوا. يعني ما ناخدش الموضوع برضو في فكره اللي ايه بقت في ناس بتوسوس طول النهار بتغسل الحاجه وبتاكل لا لا، نعمل المعقول المينيمم على الاقل ونقول ايه يا رب ايه سلم. والخضار والفاكهه بتتغسل بميه وخل او برمنجانات، مفيش حاجه تاني اسمها انه مسحوق غسيل اطباق نغسل بيه الخضار والفاكهه، لانه بيبقى فيه طبقه انت مش شايفاها بعد كده، دي ممكن بتبقى بتسبب الم في البطن للولاد، ممكن تعمل مشاكل كمان. مش بس الاكل كمان، خلينا نقول انه الخروج من
الجو فيه تكييف او مروحه وبعدين نخرج للحراره الشديده اللي في الشارع بعدين نرجع تاني والعربيه وهكذا او حته فيها تكييفات عاليه إيمان ده بيأثر ما يمنعش ان احنا نيجي نقول ان في شويه مغص او بتاع ده بيحصل طبعا ممكن يجي لك برد من التكييفات قاطعك شويه بنفسي مش هتعرفي تقطعي لا بقى لا بقى اوعى انت عارفين انت عارفين ايه انت عارفين دي انتوا عارفين ان في ناس انا شفتهم بعيني بيجيبوا المسحوق الصابون ده أي. الكبير العبوه الكبيره العائليه يحطوها شويه للدش وشويه للمواعيد وشويه للايدين والله انا بقول لكم البنات في ايه ده الواحد لو خد حمام بميه ارحم انا بقول لكم يحط الحاجات الكاويه دي على جسمه في ناس بتستخدمها غسيل للايد وغسيل للاطباق وغسيل للجسم شاور جل وغسيل للشعر وكل حاجه كنوع من التوفير ومش عارفين المواد الكيماويه اللي فيها مش مؤهله انها تيجي على البشره او تيجي على الشعر خلوا بالكم ده تصرف اي نعم في نظركم اقتصادي موفر لكن على صحتكم مدمر عارفه ايه الحاجه زمان اللي كانت تنفع تلعب لعبه دي صابونه زيت الزيتون يعني نابلسي شاهين الصناعه المصريه الحلوه وكانت بتتعمل نابلسي شاهين ده علامه قالب كبير كده وبيتقسم حتت صغيره على فكره موجوده لسه احنا كل الفرافيس وجرينا ورا الاعلانات الكتيره موجوده مش قلنا كل مش حاجه كل حاجه على بقك كده على طول اخواتي مش عايزين يبطلوا رغي ما بنصدق نيجي نقعد القعده الحلوه دي يا منى جمال جميل جميل